مرحبا بكم متابعو قناة أمون تي في شو. اليوم جايز قررت أعمل دي آي واي، أعمل غرفة في فرقة البلاك بينك. لكن قبل ما نبدأ بالفيديو، كتير منكم كتب لي في التعليقات أمون متى رح تعمل الشخصية التانية من هاي الفرقة. جايز رح أعملها عن قريب لأنه طلبت شغلة مهمة من موقع أمازون ولسه ما وصلتني. لما نعمل هاي الحلقة رح أشرح لكم شو هاي الشغلة اللي كانت مهمة. أنا كتير متحمس لأعمل هاي الغرفة. مين منكم جايز متحمس مثلي يحط لايك، وإذا أنتوا جداد في قناتي اشتركوا، وكمان اكتبوا في التعليقات كمان مين منكم رح يعمل غرفة بلاك بينك للعبته المفضله. يلا لتكي ستارتد. اول شغله رح اخذ قياسات اللعبه اللي بدي انا اعملها غرفه، بما اني انا بعمل دي اي واي على العاب الباربي، لهيك رح يكون القياس على الباربي. قياس الباربي 11.5، لهيك جايز رح يكون الغرفة تدرجات ما بين الأسود والبينك. حنحاول نعمل غرفة يكون فيها تناسق بالألوان. هلأ أنا رح قص الجداريات والأرضية، بس دير بالكم وانتو تستخدموا الكتر لأنه حاد. هلأ أنا صار عندي أرضية باللون الأبيض وصار عندي حيطان أسود، بس أنا ما رح أخلي الحيطان كلها أسود ولا بينك. صار عنا ثلاث واجهات، واجهة رح تكون باللون البينك وأسود، وكمان أرضية لونها أبيض بس رح ندخل عليها لون أسود. هلأ أنا إحدى الحيطان لقيت لها بيبر كتير عجبتني، لما شفتها حسيتها بيبر ملوكية هيك، جبتها وهي كتير حلوة. هيها هي بالإضاءة مو مبينة مثل الطبيعة، بس هي على الطبيعة أحلى. رح أخليها وأعتمدها على إحدى الجدران، وهلا بدي ألصقها إما باللاصق العادي أو تستخدموا السيليكون. اللاصق لازم يكون قوي نوعا ما مشان تلصق الورقة، وأنا بفضل اللاصق أحسن من السيليكون. هاي انتهينا من أول وحدة، الثانية رح تكون باللون الوردي. هلأ اجينا للأرضية. الأرضية ما بدي اياها تكون بيضاء، لهيك جبت ورق أسود. إما بتجيب ورق أسود وبتعملوه مربعات، أو بتجيبوا مثل هاي لقيتها اللي هي دفتر النوتس. النوتسات اللي بكتب عليها باللون الأسود. أنا رح أعتمد النوتس وأخذ منها لأنه مقصوصة وجاهزة، فرح أعتمدها وأعمل منها أرضية بهذا الشكل. هلا صرنا جاهزين لنركب الغرفة. صار عنا ثلاث واجهات، لكن قبل هيك جبت هاي، وهاي رح تزين أو تطفي شغلة حلوة على اللون الوردي. الغرفة النهائية، بما إنه الغرفة نوعا ما كبيرة واللعبة كبيرة، أكيد ما رح أقدر أحط فيها شغلات كتير، بس رح أحط الشغلات الأساسية فيها. زي ما بتعرفوا لعبة الباربي طويلة وتقريبا حتيجي نص الغرفة، فأكيد بدي أنا أستخدم أشياء مثلا سرير، مراية، طاولة صغيرة، لأنه زي ما أنتوا شايفين اللعبة كتير كبيرة. بينما لو نعتمدت الألعاب الصغيرة كان عملت أشياء كتيرة بالغرفة. فهيك جايز أول شغلة بالتأكيد لازم أعملها للسرير. السرير بقدر أعمله بأكثر من طريقة، بس بدي أعطيكم الطريقة المعتادة والطريقة السهلة. بعد ما ناخذ قياس الباربي، جبت هذا الشريط لانه هون انا بدي احطه ببلاك بينك. اذا بتتذكروا هاي اجتني مع اللعبة اللي فتحتها واستعرضتها. هلا انا بدي اخذ نفس القياس بالضبط مشان هي حتكون مزينة السرير. هلا
هلا جينا لنرتب السرير. طبعا لازم تاخذوا المقاسات، انا باخذها على زي ما انتم شايفين المسطره اللي قدامي، وبدي اعملها بالسيليكون، لزقها بالسيليكون لان السيليكون كتير قوي. تقريبا التخت هيك او السرير صار جاهز، لكن بده اضافات. بما انه بلاك مع بينك اكيد لازم اضيف اضافات كتير حلوة ومتناسقة. وكمان جبت كريستالات كتير حلوة، اكيد حستخدم البينك باس لانه اسود مع بينك. وبدي اضيف اضافات كمان على التخت مشان يصير تخت هيك حلو ملوكي، فحبيت شكله هيك. الحرام كتير يكون كمان ريش، فاكيد بدي انا الزقه يصير طابق تاني، لانه اذا نزلته على الارضية بياخد كل الغرفة، فهيني لزقته بالسيليكون طبعا. ومو هذا الشكل النهائي رح يكون للغرفة، لا حضيف ستارة كتير حلوة شفافة. جبت هاي القماشة، قماشة شفافة وكمان عليها جلاتر حلو لمعة حلوة، حلزقها هون. بدي خلي ستارة تكون ناعمة وشفافة، هيك بدي اعطي للغرفة انها غرفة هيك ملوكية نوعا ما. واكيد رح اضيف اسود، اكيد رح اضيف الدانتيل. هلا تبقى علي الوسائد، الوسائد اما بتخيطوها او باستخدام السيليكون. بما اني انا بستخدم هاي القماشة، اذا السيليكون كتير رح يكون بيمسك عليها وبيعطيني شكل وسادة حلو. بقص وبلزقهم من الجوانب، كتير سهلة عملها. اذا انتو بتحبوا الخياطة خيطوها، وبعدين بحط من جوا قطن وبس بسكرها، وهيك بتصير عنا وسائد. طبعا خليت اللون شوي مختلف مشان ما يعني بينوا شوي على السرير، بما انه كله بينك واسود. هلا رح اضيف صور على الجدار، واكيد رح يكونوا صور البلاك بينك. هاي اذا بتتذكروا الستيكرز اللي حصلت عليها. هلا بدي اعمل صور، الصورة الأولى اللي معنا جيني، هيك صارت صورة. وهون كمان بدي أعمل واحدة سوداء وواحدة وردي، تقريبا هيك انتهينا من عمل الجدار. هلا جايز بدي أروح وأعمل المراي، بدي أحط هون مراي، لأنه هاي كمان من الشغلات المهمة تكون في الغرفة. هاي رح تشكل اللي هي الميرور تقريبا، فرح احط على المراي كل توقيعات الفرقة، اربع توقيعات كل واحدة باسمها. هيك صارت جاهزة التوقيعات اللي على المراي. وكمان رح اضيف هاي المفروض احطها على تليفوني، بس اجا وقتها وبدي ازين فيها الغرفة شعار بلاك بينك. وهلا صارت جاهزة. كمان من الأشياء المهمة لازم يكون في صوفة مكان تقعد عليه، لهيك رح أختار اليوم أعمل طريقة سهلة في الصوفة، إني بجيب على حسب القياس اللي بدي إياه، بجيب زي ما أنتم شايفين طبقات فوق بعض، تقريبا 5-6 طبقات، ورح ألصقهم مع بعض. هاي طريقة كتير سهلة تصنعوا فيها صوفة بسرعة. صارت. هلا بجيب قماشة اكيد حتكون اسود وابيض مشان اكسر اللون، ما بدي يكون اسود وبينك. وهلا بغلف الكرتون طبعا باستخدام السيليكون الساخن. هلا صارت جاهزة. المسند رح احط عليه هاي يعني زيادة ديكور.
بهاي رح أصنع طاولة. هلا بدي أصنع مجلات أو كتب عليها شعار البلاك بينك وصور البلاك بينك. بتجيبوا اللون اللي بدكم إياه، بتغلفوها. لازم تاخدوا القياسات بالضبط مشان يطلع كشكل كتاب مثل هيك. عملت واحد بالوردي وكمان عنا باللون الأسود. هاي مجموعة كتب لفرقة البلاك بينك. كمان جايز وجدت عندي، إذا بتتذكروا فتحت واستعرضت المايكروفون، هاد مكتوب عليه شعار بلاك بينك. هاد رح أعمله كرسي بالطريقة هاي. وآخر شي كمان لفتت انتباهي عندي، هاي كمان باللون الوردي، بتنفع انه نحطها قدام الصوفة. وبهيك جايز بكوني عملت غرفة مبسطة لفرقة البلاك بينك، لوحدة من البلاك بينك. كل وحدة منهم رح احاول اعملها غرفة تختلف عن التانية، يعني رح يكون مجموع عنا 4 غرف. إذا جايز عجبتكم الغرفة وعجبكم أدائي فيها وتصميمي، لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في قناتي واكتبوا لي في التعليقات رح تعملوا مثل هيك غرف ولا لا، وإذا عملتوا بعتوا لي الصور على الإنستغرام. بشوفكم بفيديو آخر. باي باي.